بعد إغلاق دام قرابة سنتين، ها هي الجالية الجزائرية تعتزم القدوم لأرض الوطن في هذا الموسم. فاستعداداً لموسم الاصطياف، تعكف الجوية الجزائرية على تجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لتسهيل السفر. تدعيم برنامج رحلات النقل الجوي، وهذا بتعزيز رحلات على المستوى الدولي. الخطوط الجوية الجزائرية حتقوم بتدعيم رحلاتها فيما يخص الشبكة الأوروبية، الشبكة الإفريقية، شبكة الشرق الأوسط، وأيضا شبكة شمال أمريكا بالتحديد كندا. فيما يخص هذه العملية، الخطوط الجوية الجزائرية جندت كل ما هو عامل بشري ولوجستيكي لإنجاح هذا الموسم. نقدم نسبة فوق 50% من طلب الحاجة. أصحاب الوكالات السياحية يشتكون من نقص التذاكر ويدعون إلى ضرورة الرقمنة واستخدامها لبيع التذاكر لتخفيف الضغط وتنظيم الفوضى الحالية التي تعيشها الجالية الجزائرية. حقيقة غير متوفرة، معذروا بالمنطق ونحضروا بالوشرة نشوفه. لو كانت فيها يعني دي بلاتفورم نوميريزاسيون اللي يكونوا يعني بالنسبة للمواطن يعني تسهل له أمور. صراو مشاكل حتى من المواطنين يعني اللي راهم يقنطون في الخارج، صراو لهم مشاكل هذو كامل مشكل باش يعاود باش يجي يشوف بلادو، باش يجي يدخل بلادو لازم يشبع، لازم يضربوه، لازم يعني ما هذا يعني مأساة. انا ما نسميهاش فوضى، انا نسميها كان هناك ضغط على مستوى الوكالات. حقيقة الضغط هذا كان بسبب الطلب كان اكثر من العرض. الاسعار قلتها ونعاود نقولها، الاسعار خاضعه لنظريه العرض والطلب. إعادة فتح الخطوط الجوية التي تم توقيفها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا تستلزم تخطيطاً وتنظيماً من طرف الجهات المعنية لضمان سلاسة تنقل المسافرين نحو مختلف الوجهات الدولية.